بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة أعضاء الحكومة، سيدات والسادة مسؤولو وسائل الإعلام الوطنية، سيدات والسادة مسؤولو هيئات الوطنية، سيدات والسادة الضيوف وصالة الإعلام، أود في البداية أن أعرف لكم جميعا عن شكري لتربيتكم الدعوة، ويشرفني أن نحتفي جميعا باليوم الوطني للصحافة، وهي مناسبة مقرونة في بلادنا بالتضحيات والوفاء للوطن وبالإخلاص للمهنة. ولا يفوتني أن أنحني خاشعا أمام أرواح شهداء المهنة ضحايا الإرهاب إلى المأساة الوطنية، وكذلك شهداء الواجب الوطني. إن تفضل فخامة السيد رئيس الجمهورية بإسداء رعايته السامية لهذا الحدث لهو تقدير في حد ذاته لأسرة الصحافة. لقد تجلى ذلك في رسالته عشية الاحتفال بهذه المناسبة، حيث خاطب أسرة الصحافة والمجتمع كافة بالقول إن اليوم الوطني للصحافة يبقى سنوا للحرية والتضحية في سبيل رسالة نبيلة يجلى فيها رجل الإعلام بصدق ونزاهة الواقع والحقيقة، ويدود ما أمكنه الدود عن شرف المهنة. تكريسا لهذه المعاني والقيم، دابت بلادنا على تسخير هذه المناسبة لحشد همم الصحفيين والإعلاميين دون أي استثناء للمشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي تسدى في 22 أكتوبر من كل عام، بعدما رسمها رئيس الجمهورية يوما وطنيا للصحافة قبل 3 سنوات. لقد كانت هذه المهمة النبيلة في صلب رسالة فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث ركز على الارتقاء بدور الصحافة ورسالة الإعلام الجزائري لتكون كما قال في خدمة المصالح العليا لبلادنا بالمساهمة في شرح الحقائق، وكذلك في الانتقال الواقعي لنقائص البلاد، وأيضا ودائما في ترقية صورة الجزائر لدى باقي بلدان وشعوب معمورة. وقد كان موضوع البيئة واحدا من هذه القضايا اللصيقة بيوميات المواطن والحاسمة في مصير الأجيال القادمة. من ثم فإن اختيار شعار الحفاظ على البيئة مفتاح الرفاه العمومي والسعادة الاجتماعية موضوعا للطبعة الثالثة يأتي تماشيا مع الاهتمام المتزايد الذي توليه بلادنا للبيئة والطاقات المتجددة. إن موضوع المنافسة على جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف يعد بمثابة نداء ملح من أجل انخراط الجميع في مسعى الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية والحيوية. والعدد المعتبر من الصحفيين المشاركين في المسابقة دليل على درجة وعي متقدمة لدى أسرة الصحافة بضرورة تبني وتناول موضوع البيئة كقضية وطنية وإنسانية. إن فرص انخراط الصحفي الجزائري في هذا السياق متاحة تماماً بالنظر إلى التنوع البيئي الذي تمتاز به بلادنا وما يصاحبه من تحديات تفرضها الطبيعة وسلوك الإنسان، وبالنظر أيضاً إلى رهانات تحقيق التنمية اعتماداً على ما تسخر بها بيئتنا من عناصر ومقومات الرفاه العمومي والسعادة الاجتماعية، وبالنظر كذلك إلى المكاسب المهنية الداعمة والمحفزة للممارسة الإعلامية. إن فخامة السيد رئيس الجمهورية وإيمانا منه بحتمية استمرار عملية تطوير قطاع الاتصال ما فتئة يؤكد حرص الدولة على مواصلة بذل الجهد اللازم لتحسين وضع الإعلام وعصرنته. لقد ترجمت رسالة فخامته هذا التوجه بكل جلاء، وذلك من خلال تكليف الحكومة بالتعجيل في بعث وتفعيل مزيد من الميكانيزمات الضرورية لتعزيز الأداء الصحفي ولترقية الرسالة الإعلامية، حيث أكد في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للصحافة هذا العام إن اهتمامنا بالمكاسب التي حققتها الجزائر في مجال الإعلام تجعل الدولة صاهرة على تعزيز هذا الاتجاه، وهو ما أؤكده مرة أخرى من خلال توجهي إلى الحكومة لكي تسرع بتأسيس سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، ولكي تسهر على تفعيل هذه الهيئة مع تفعيل سلطة الضبط السمعي البصري أيضا، وفي نفس المنوال
أرجو من الحكومة تفعيل الصندوق العمومي لدعم الصحافة المكتوبة مع مطلع السنة المقبلة. ختاماً، لا يسعني إلا أن أتوجه بالتحية إلى الجميع مهنئاً الفائزات والفائزين، وأخص بالشكر أعضاء لجنة التحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف على ما بذلته من جهد لإنجاح هذا الحدث، كما أجدد التهاني لأسرة الصحافة الوطنية متمنياً لها كل التوفيق والنجاح. شكراً على إصغائكم، ودامت الجزائر قوية وشامخة.